بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس دلفي. اليوم سنرى مربعات الإدخال أو مربعات النصوص وما يعرف بالإدت. إذا نفتح الدلفي، نفتح مشروع جديد ونضغط على أبليكاسيون VCL. إذن هنا تظهر الفورم، نجعلها في محاذاة الوسط. نأتي إلى مربع البحث، نكتب Edit. إذن لدينا مجموعة من الإديت موزعة على حزم الدلفي. هذه الحزمة ستاندر، لدينا فيها مربع النص الذي هو Edit. لدينا وين ثلاثيثو، لدينا تي ريش إيديت أو ريش إيديت. في حزمة السوبليمون لدينا ماسك إيديت، لدينا فاليو ليست إيديتور، لدينا تي لابلت إيديت التي رأيناها في اللابل، ولدينا تي باتنت إديت. تي باتنت إديت. إذا نقوم بمسح هذا المكون ونتحدث فقط عن هذه المكونات. إذا هذا كنا قد تحدثنا عليه سابقا. إذا نأتي إلى الإديت. ما معنى الإيديت أو مربع النص؟ هو مكون يستعمل لإدخال النصوص أو الأعداد أو التواريخ أو أي قيم لها علاقة بقواعد البيانات مثلا، أو بإدخال قيم والحصول على نتيجة. إذن الإيديت هنا له خصائص متعددة. إذن سنرى مجمل الخصائص الخاصة بالإيديت. إذن هنا لتعريف فحوى هذا الإيديت أو ماذا يعمل، أضيف له اللابل أو الملصقة هنا لنعرفه دائما، لنعرفه ماذا يمكننا إدخال أو القيمة الممكن إدخالها داخل هذا الإيديت. إذن اسم الإيديت يأتي في الديفولت إيديت 1، إيديت 1 عكس اللابل الذي رأيناه أن هناك لتغيير النص الموجود في اللابل. هنا لاحظوا لدينا كابشن، الإيديت لا، لديه الخاصية تكست، لديه الخاصية تكست. يمكننا هنا أن نمحوها وتبقى الخاصية تكست في البرمجة. إيديت واحد دوت تكست تساوي الفاليو المراد إدخالها. مثلا هنا نأتي إلى الفورم، نأتي إلى event و show. عند ظهور الفورم نقول له edit 1.text، لاحظوا text تقبل القيم من نوع string. نقول له welcome to الجيري مثلا، ننفذ اذا لاحظوا ننفذ اذا لاحظوا
لابل الإيد نفذ. إذا لاحظوا الإيديت أصبح لديه القيمة Welcome to Algeria، وهي القيمة النصية التي أدخلناها هنا برمجيا. إذا الإيديت قلنا بعض الخصائص الخاصة به. أولا لدينا الويد يعني العرض الخاص به هكذا، وهذا الطول لديه طول وعرض. لديه visible كما رأينا سابقا، visible معناها إظهار أو عدم إظهار الإيديت. top ما معنى top؟ التوب معناتها كما رأينا سابقا البوزيشن الخاصة بهذا اللابل بالنسبة للفور، بالنسبة للفور فهو يحتل المنطقة توب 32 ولفت لفت 184، يعني 184 من هنا إلى هنا 184، ومن هنا إلى هنا لدينا 32. التكست هينت، خاصية التكست هينت ماذا نعني بها؟ نعني بها هنا يظهر نص، يظهر نص. نضع إيديت أخرى ثانية. وهنا في التكست هينت نقول له مثلا نيم. إذا لاحظوا تظهر النيم هنا مثل اللابل، أو نقول له مثلا لابل، هنا نضيف لابل آخر الثاني، لابل اثنان كابشن، نقول له لابل اثنان، نقول له نيم، وهنا نكتب له enter your name، هنا أكتب له enter your name. نحدد التكست هينت الخاصة بالإيد. إذا عند التنفيذ لدينا إذا نرى، لاحظوا نيم انتر يور نيم، حينما نضغط على الايديت لإدخال النيم سيختفي هذا التكست هنا، سيختفي وندخل له مثلا نيم مثلا مينا سوفت. هنا داخل الايديت الخاصة بنا لدينا الطاب أوردر. ما معنى الطاب أوردر؟ رأيناه سابقا كذلك. فالطاب أوردر لا توجد في اللابل، لاحظوا اللابل ليس فيها طاب أوردر، is not focused يعني لا يركز عليها العمل بالكيبورد أو حتى بالماوس. إذن هنا قلنا الطاب أوردر هنا بالنسبة للإيديت واحد هي صفر، بالنسبة للإيديت الثانية هي طاب أوردر أربعة. ونلاحظ هنا في الهينت الخاص بها اسم ثم أوريجينال ثم أوريجين ثم تاي 281، لاحظوا 23 أريتابيليشن، لاحظوا أريتابيليشن شرو، والأوردر هي 4. هنا طاب أوردر هي 4، هذا طاب أوردر الخاص به هو 2، هذا طاب أوردر الخاص به هو 3، وهذا طاب أوردر به الخاص به هو 1، وبالتالي نستطيع تغييرها إلى 1 مثلا، تتغير فتصبح
كالتالي عندما نضغط على الطابيلاتور ينزل إلى كل مكون بحسب الطار الذي هو مرتب به داخل الفور. هنا قلنا text hint و top. هنا text القيمة رأيناها, top order رأيناها, show hint. show hint قلنا الخاصية show hint هي تلك الملاحظة التي تظهر مثل ما تظهر هنا, هذه الملاحظة داخل الإيديت, ولكن لا تظهر هذه, وإنما تظهر التي نكتبها نحن. الخاصية read only, ما معناتها الخاصية read only؟ معناتها القيمة الموجودة داخل الإيديت مقروءة فقط وغير قابلة للتعديل, مقروءة وغير قابلة للتعديل. مثلا هنا نضع text, نضع فيه مثلا test, نأتي إلى read only نجعلها true, ننفذ, عفوا هنا يجب علينا نزع هذا الكود. إذا لاحظوا test, والآن لا يمكننا التغيير أو الكتابة داخل الإيديت, داخل الإيديت, لأن الخاصية read only, الخاصية read only هنا بالنسبة لهذا read only مفعلة. الآن إذا قمنا بوضعها الوضع true أو الوضع false نستطيع تغيير الكتابة عادي. إذا لدينا pop menu, هنا pop menu هذا الأمر متعلق بالقوائم سنراها فيما بعد. إذا password char, password char, إذا password char في حال ما إذا edit, هذا edit كان عبارة عن مربع نص لإدخال كلمة مرور, لإدخال كلمة مرور. إذن الكاركتر الذي يجعل الكاركتر الذي يجعل كل الحروف ظاهرة هو هذا داش صفر, داش صفر, ليس داش لوحدها أو صفر لوحده, داش صفر. بهذا الكود داش صفر الحروف كلها تظهر. إذا قمنا بوضعها مثلا هكذا أو نقطة أو أي كاركتر فإنها ستصبح كالتالي, لاحظوا تصبح عبارة عن نقاط, أي شيء نكتبه داخلها فهو عبارة عن يعني عن هذا الرمز, مهما كان يعني مهما كانت الحروف أو الأعداد التي نضعها هنا, وبالتالي أصبح مربع نص خاص بكلمات المر. نرجعها إلى حالتها السابقة هاش صفر إذن وننفذ. إذن لاحظوا تعود إلى حالتها الأصلية. إذن الparent color وكل هذه رأيناها في الدرس السابق الخاص باللابل. إذن قلنا أن هذه الparent تابعة للخصائص الخاصة بالفور في حال تغييرها, تغيير كل مكون فإنها تتغير بالنسبة لمكون واحد فقط, أما المكونات الأخرى فتعليم عليها يأخذ القيمة أو الباراميتر أو البروبريتيز الخاصة بالفور بالنسبة لهذه الأمور, لدي مود والكالر والفونت والشوهد. إذا لدينا number only, number only هذه الخاصية number only. نحن نعلم أن الإيديت يأخذ string, فمعنى string معناتها سلسلة نصية, ويمكن له أن يأخذ قيمة عددية. مثلا هنا لاحظوا
يأخذ قيم نصية وقيمة عددية. إذن نحن نريد له فقط أن يأخذ القيم العددية فقط. Number only. نضعها true. إذن لاحظوا. لا يمكننا كتابة حروف. Unacceptable character. You can only type a number here. نضع الأعداد. ولكن المشكل هنا، المشكل هنا في number only أنه يقبل الأعداد الصحيحة الموجبة فقط. الأعداد الصحيحة الموجبة فقط، لا يقبل مثلا عدد بالناقص. لاحظوا نحن هنا نضغط على ناقص أو عدد بالفاصلة. لاحظوا إذا ضغطنا على الفاصلة كذلك لا يأخذها، يأخذ الأعداد الصحيحة فقط. ثم لدينا الـ edit name edit one، هو يعطيك اسم بالنسبة للمكون by default، وأنت يمكنك تغييره إلى أي اسم شئت، اسم له معنى بالنسبة لمربع النص هذا والقيم التي يأخذها. لدينا max length، هي في الحالة صفر يأخذ عدد غير محدود من الكاركترز. أما إذا قمنا مثلا بتحديد max length يعني الطول الأقصى، max length طول الأقصى مثلا نضعه 5 أو نضعه 6، إذن ونأتي هنا ونكتب 6 حروف. هنا لدينا 4، نضيف 2، نضيف 2. إذا أردنا إضافة عدد آخر من الحروف فلا يقبل، لأننا قمنا بتحديد الطول الخاص بالسلسلة النصية إلى 6 حروف. لدينا الهنت كما قلنا، أي قيمة نكتبها تظهر على شكل ملاحظة مثل هذه. لاحظوا هنا، لاحظوا هذا فعلنا للشو هنت، لا لا لم نقل له ترو. إذن و نقوم بالتنفيذ. إذن لاحظوا تظهر القيمة أو الحروف التي كتبناها كملاحظة بالنسبة لهذا البوكس أو بالنسبة لهذا مربع النص. نحن نعلم أن الفونت هي لتغيير خصائص الفونت والفونت ستايل والسايز الخاصة به داخل مربع النص، حتى سكريبت هنا عربيك مثلا لكتابة باللغة العربية، نستطيع الكتابة باللغة العربية داخل هذا المربع، يأخذ عادي الحروف. إذا لدينا enabled، enabled بمعنى active or inactive، enabled بمعنى active or inactive. لاحظوا لدينا كيرسور الخاصة بتغيير مؤشر الفأرة، الكالر، لاحظوا الكالر هنا، إذا قمنا بتغيير الكالر الفور إلى وايت مثلا إلى سيل ويندو، وهذا نضعه سيل ويندو، ننفذ، لاحظوا أنه تقريبا الألوان متشابهة، الألوان متشابهة. إذا الكالر قلنا
الكالر قلنا لتغيير لون المربع النص، يمكننا عمل أي لون. لاحظوا هنا أزرق، نعيده إلى سيل ويندو ونتركه هكذا. الآن لدينا كاركتر كيس. كاركتر كيس، ما معنى كاركتر كيس؟ في اللغة الفرنسية لدينا أنواع الكاركتر كيس، لدينا lower case ولدينا upper case. هنا في الحالة العادية، إذا وضعناه في الحالة العادية يقبلهم للإثنين. لاحظوا مثلا الأول كبير ثم العادي، خذه عادي. إذا قمنا ب lower case فإنه يأخذهم كلهم بحروف صغيرة. لاحظوا إذا حاولنا وضع حرف كبير لا يأخذه، والعكس هنا بالنسبة للأبر كيس. لاحظوا هنا تغيرت الحروف، أصبحت كبيرة ولا يقبل الحروف الصغيرة. إذن كار كيس أو كاركتر كيس هي ثلاث خاصيات: الخاصية العادية lower والأبر، يعني حروف كبيرة، حروف صغيرة، وحروف عادية بين الصغيرة والكبيرة. لدينا البوردر ستايل. هنا البوردر ستايل لاحظوا يمكننا إخفاء حواف هذا المربع بيس ناو. لاحظوا كيف أصبح لا يظهر الحواف الخاصة به. لاحظوا هنا لا يكاد يظهر، فقط يظهر مؤشر للكتابة، لأن اللون أصبح اللون مثل اللون الخاص بالفور. لدينا البيدي مود. بيدي مود ما معناها؟ معناتها بيدي ليفت تو رايت، وبيدي رايت تو ليفت هنا خاصة باللغة العربية، يعني هنا إذا وضعناه رايت تو ليفت فإن النص سيأتي إلى الجهة اليمنى ويبدأ الكتابة من اليمين إلى اليسار، والعكس هنا من اليسار إلى اليمين. البابل ويدت وضعناها 3 مثلا، لاحظوا البابل ويدت ما هي؟ لاحظوا هي الآن هنا 1 باللون الرمادي، إذا ضغطنا هنا تصبح 3 بيكسل. هذه إضافة جديدة، بابل ويدت إضافة جديدة. بالنسبة للفيرشنز القديمة من الدلفي مثلا دلفي 7، هذه الخاصية لا نجدها فقط في النسخ المتقدمة. إذا لدينا البابل أوتر، لدينا البابل كايند، ولدينا البابل إنر. هذه متعلقة بحواف الخاصة بمربع النص. ثم لدينا الأوتو سايز، معناتها هو الدلفي يتحكم في الطول الخاص بها بهذه بمربع النص. لدينا الأوتو سيلكت، ما معناتها الأوتو سيلكت؟ لاحظوا عندما نقوم بالتنفيذ فإننا نلاحظ أن النص مضلل عليه، أوتو سيلكت. ماذا نفعل؟ نقوم بجعل هذه الخاصية فولس ثم نضغط على تنفيذ. إذا لاحظوا ذهبت التضليل أو السيلكشن ذهبت. إذا قمنا بإرجاع القيمة إلى ترو فإنه يقوم بالتضليل
عليها لعمل كوبي أو كات أو ديليت. ثم لدينا alignment. alignment بالنسبة لظهور النص داخل مربع النص، هنا center، هنا right، وهنا left. هي تقريبا هذه هي الخواص المتعلقة بمربع النص أو الإيديت. بقية الخواص، هذه الخواص يمكننا استعمالها في البرمجة. مثلا إذا قمنا ببرمجة مربع نص، يبحث عن الاسم أو يبحث عن اسم مدينة، أو إذا أو نريد حجز اسم المدينة، لا يمكننا حجز اسم مدينة مرتين. إذا أدخلنا نفس اسم المدينة فإننا نغير اللون في حال وجد اسم المدينة يعني محجوز مسبقا. هذا فقط كمثال، وفي الدروس المقبلة إن شاء الله، يعني في دروس متقدمة من دلفي، سنرى أمثلة عن هذه المربعات أو مربعات النصوص. إذن رأينا تقريبا جميع الخصائص المتعلقة بالإيديت، وقلنا هناك مكونات أخرى سنراها إن شاء الله في درس مقبل، بما فيها هذا المكون الذي هو كذلك يعتبر إيديت ولكنه خاص بالأعداد ويعرف بسبين إيديت، وهذا ما خاص بالأعداد وليس بالحروف أو الكاركتر. إذن سنرى إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله ريتش إيديت والماسك إيديت وسبين إيديت، وهذا مكون جديد تم إضافته لهذه النسخة أو النسخة السابقة من راد ستوديو 11 ألكسندريا، وهو بوتنت إيديت، والذي سنرى عليه مثال إن شاء الله في دروس مقبلة إن شاء الله. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.